أكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير الإعلام في تصريح للقناة الأولى بتلفزيون الكويت، أكد عمق العلاقة الأخوية والتاريخية التي تربط مملكة البحرين بدولة الكويت الشقيقة، والمكانة الكبيرة التي يحتلها فقيد الكويت والعالم، مشيرا إلى أن المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه في قلب البحرين قيادة وشعبا، وهو ما ظهر جليا في مظاهر الحزن التي عاشها أهل مملكة البحرين بعد سماع النبأ الأليم. ما في شك، أولا نقول رحم الله الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رحم الله والد الجميع، صاحب الابتسامة الدائمة والقلب الكبير. نعم، نحن يعني كما نعزي صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت وشعبها، نعزي صاحب الجلالة الملك المفدى ونعزي أنفسنا. فقيد الكويت الراحل الكبير هو فقيد البحرين والخليج العربي المحفوظ برادة الله سبحانه وتعالى وبحكمة قادته. احنا عندما نعى صاحب الجلالة الملك المفدى وأصحاب السمو رئيس الوزراء وولي العهد أخيهم ووالد الجميع الشيخ صباح، فهم ينعون قائد عربي كبير له مكانة خاصة في قلب البحرين قيادة وشعب. حقيقة ما يربط البحرين والكويت أنا ما يمكن اختزاله في كلمات، الكويت هي البحرين والبحرين هي الكويت، تاريخ، مواقف، علاقات أسرية، علاقة أشقاء وابناء عم، كل ما تعنيه الكلمة، ليست علاقات دولية وبروتوكولية. حديث عن الراحل الكبير، الحقيقة أنا تشرفت كما تشرف أغلب الإعلاميين العرب لقاء الراحل الكبير عندما نزور الكويت في المناسبات الرسمية. كان رحمه الله حريص كل الحرص على الالتقاء بالإعلاميين، السؤال عنهم وتوجيههم برسائل فيها الكثير من الود والتسامح. نعم، اليوم أخي العزيز إذا بتشوف وسائل الإعلام الخليجية سواء كانت تقليدية أو وسائل تواصل، أعرف العلاقة اللي تربط بين الشعوب وقادتها، فهذا الكم من المشاعر الإنسانية النبيلة تجاه بعضنا البعض هي سر قوة هذا الخليج تجاه كل محاولات اختراقه وسط تحديات تحيط فينا. فلم يكن يعني حكام هذه المنطقة إلا لله الحمد أيادي بيضة ورحمة وسلام. اليوم مثل ما شاف العالم كله يتابع الانتقال السلس للحكم في هذا البلد الكبير شعبه وقيادته في مراسم بروتوكولية بسيطة وكلمات ومشاعر فياضة تجاه هذا الراحل الكبير. أنا الحقيقة يعني ما أملك في هذه اللحظات إلا أن نقول رحم الله الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أسكن فسيح جناته، وأعان الله صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ووفقه لما يحب ويرضى، وأنه يحفظ الكويت وشعبها دائما من كل مكروه. كل الشكر لمعالي وزير شؤون الإعلام بمملكة البحرين الشقيقة على نبل هذه المشاعر، الأستاذ علي بن محمد الرميحي.